ارتفاع غير مسبوق تشهده أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب. بسوق الجملة بالدار البيضاء بلغت أثمنة لحم الغنم 110 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار لحم البقر بين 85 و90 درهم. أسباب متعددة وراء هذا الارتفاع القياسي، أبرزها قلة العرض وتزايد الطلب. تلقوا بأن النسبة ديال الاستيراد تراجعت، إذن هذا كذلك من العوامل ومن الأسباب اللي خلات كذلك ارتفاع ديال الأثمنة تكون في سميتو. النسبة أو الكمية ديال المواشي القابلة للتسمين كذلك قليلة، والأثمنة ديالها مرتفعة بزاف، لأن ملي كنشوف مثلا الأثمنة ديال الماشية اللي كتدخل للتسمين كتوصل 60 درهم البوافيف حية دابا في السوق يعني المحلي، يعني راه الأثمنة راها مرتفعة، ورب بالفعل هذا الشيء راه كيأثر وكيزيد يأثر على الأثمنة ديال اللحوم. رغم عدد من التدابير المتخذة من طرف الحكومة للتصدي لغلاء أسعار اللحوم الحمراء، إلا أنها ما زالت آخذة في الارتفاع. المهنيون يعتبرون أن تدبير الأزمة لم يكن ناجحاً، مؤكدين على ضرورة دعم الكساب المغربي في خضم ما يعيشه من تحديات متتالية. علاش لي من دعموش الفلاح المغربي، الكساب المغربي؟ عندك 60 حوليه غنعزلو لك منها 30 ونخلصوك فيها ونديرو لها لي بوكل ديالنا وتحتفظ بهم ونخليو لها السنه الاخرى تولد. واحد العامين متتاليه ولا 3 سنين يكون عندنا واحد القاطع مهم اللي غنستغناو على هذا الاستيراد. الدوله دارت مجهود، عطات دعم للمستوردين، عطات دعم للناس اللي جابوا، حيد الضرائب على الناس اللي جابوا القاطع من الناس، ولكن ما حلش المشكل. أنا بالنسبة لك نقول ما حلش المشكل، المشكل هو نلتفتوا للمحلي. تحديات عصيبة تواجه قطاع إنتاج اللحوم، تفاقم من أزمة الغلاء التي تعيشها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف والظروف الجيوسياسية الراهنة. إشراك مختلف الفاعلين في القطاع وتعزيز الحوار عاملان أساسيان للحفاظ على توازن سلسلة اللحوم.